والسؤال: من هو بطل المقاومة الأمازيغية ضد الرومان يا جميلة؟ هل هو يوبا الثاني؟ هل هو يوغورتا؟ هل هو ماسينيسا؟ أم تكفرناس؟ هذا القائد قاد مقاومة شرسة ضد روما وأخرج روما وهدد روما من الجزائر وأعلن أن روما للبيع، محطوطة للبيع يعني للقادة المجاورين، وقال مدينة روما تباع لمن يشتريها فهز الكيان. هكذا يصف مفدي تلك المقاومة الشرسة التي انتصر فيها على الرومان. فهل هو يوبا الثاني، يوغورتا، ماسينيسا أم تكفاريناس؟ والله ما عندي حتى فكرة بصح. بصح شوف الجزائريين يا أخي من قاعدين هذا البيع في روما. الماء أروع وراي ما تطلع البيع. أبوندر حتى أنا. روما للبيع. رجلة. ما كانش. ما كانش. فجاء تتتتتت على نهجه. فجاء على نهجه بحكم الجماهير يفشي الأمانة وقال مدينة روما تباع فمن يشتريها فهز الكيان ووحد سيرتا قسنطينة ووحد سيرتا بأعطاف كاف وأولى الأمازيغ عزا وشأنا. فهل هو يوبا الثاني، يوغورتا، ماسينيسا أم تكفاريناس؟ استبعد تكفاريناس. شوفي مع تكفاريناس ما حبش يجاوب. انت مستبعد، قالت لك تكفاريناس. مستبعد ما سقسيتنيش. انا كذلك استبعد تكفاريناس. تبقى بين ماسينيسا ويوغورتا ويوبا الثاني. ويوبا الثاني. يوبا الثاني. استبعد. هذا رجل اديب وعالم وفيلسوف وطبيب و انسان مسالم يعني. ايه. انا ما عنديش فكره عليهم. السؤال الاخير يا جميله. رايك؟ رايي انا نحيت لك تكفاريناس كيما انت، يبقى يوبا الثاني ويوغرطا وماسينيسا. وماسينيسا. يوغرطا وماسينيسا ويوبا. هي نحات يوبا، انت نحيت تكفاريناس. قالها يوغرطا وماسينيسا. يوغرطا وماسينيسا. يوغرطا وماسينيسا. وطبعا يوغرطا هو حفيد ماسينيسا باش نتفاهم. معناها ماسينيسا اسبق من يوغرطا. دعوا ماسينيسا يردد صدانا ذروه يخلد زكية دمانا وخلوا سفاك ستحكي لروما مدى الدهر كيف كسبنا الرهانة وكيف غدا ظافرا ماسينيسا بزامة لم يرضى فيها الهوانا فجاء تتتتتتت على نهجه بحكم الجماهير يفشي الأمانة على بوزهرون يغرطه تحتاج هذه البزهرون. انا نقول يا استاذ معليش ندخل سي عبد الحميد. تفضل تفضل. انا في دار. تفضل تفضل. الاستاذ تكلم كثير. انا في رايي انه على المباشر ماسينيسا وقد يعني اعطيت لنا يا استاذ ابيات شعر. دعوا ماسينيسا يردد صدانا. ذروه يخلد زكية دمانا. هي شوف لي انا رايي ستحكي لروما هو ماسينيسا وابلى بلاء حسنا وروما حارت فيه كما قلت حتى درها للبيع حطها للبيع روما حطها للبيع صح وابلى بلاء حسنا وروما حارت فيه أنا نقول يوغورتا. بطل المقاومة الأمازيغية ضد الرومان في تاريخ الجزائر هو يا جميلة؟ يوغورتا. هو يوغورتا. والإجابة صحيحة. دعوا ماسينيسا يردد صدانا ذروه يخلد زكية دمانا وخلوا صفاقس تحكي لروما صفاقس مدى الدهر كيف كسبنا الرهانة وكيف غدا ظافرا ماسينيسا بزامة لم يرضى فيها الهوانة ومن صنعت روحه سوفونيزبا هذه زوجة ماسينيسا الرومانية
ومن صنعت روحه سوفونيزبا جدير بأن يتحدى الزمان تغذيه حبا وعلما وفنا وتنبيه ما قد يكون وكان، لأنها كانت منجمة. فجاء يوغورتا على نهجه بحكم الجماهير يفشي الأمانة، وقال مدينة روما تباع فمن يشتريها، ما قالش تباع لمن يشتريها، تباع فمن يشتريها، شكون يشري يعني مباشرة مش في الجد. وقال مدينة روما تباع فمن يشتريها، فهز الكيان ووحد سرتا بأعطاف كاف، وأولى الأمازيغ عزا وشأنا، وأهدى لجميلة 500,000 دينار.